قبل كم يوم شفت شيء في الانستغرام خلاني أقرر إني أوقف تصفح السوشيال ميديا في بداية اليوم إلى منتصف اليوم، وأنا مزاجي متعكر من هذا المشهد. ما كان لي نفس أسوي أي شيء، عشان كذا قررت إني أنزل هذا المقطع اللي كان في بالي إني أنزله من فترة طويلة، لكن دائما أستبدله بفكرة ثانية، اللي هو ليش ما ينفع تتصفح السوشيال ميديا في بداية اليوم؟ إيش الأسباب اللي تخلي تصفح السوشيال ميديا في بداية اليوم عادة سيئة لابد من التخلص منها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد صادق. إذا كنت من المهتمين بتطوير الذات والتعلم، فيشرفني ويسعدني إنك تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيه. ما في أحد ينكر إن السوشيال ميديا من أكثر الأشياء المفيدة في عصرنا الحالي، لكن في أوقات يكون استخدام برامج التواصل الاجتماعي فيها من أسباب ضعف الإنتاجية وإضاعة الوقت. في هذا المقطع بذكر الأسباب اللي تخليك تقلع عن استخدام برامج التواصل الاجتماعي في بداية اليوم. السبب الأول هو سوء استغلال قوة الإرادة أو الويل باور. دائما في أول اليوم تكون قدرتك على التحكم باختياراتك عالية، فإذا كان عندك هدف، قدرتك على إلزام نفسك بتنفيذ هذا الهدف تكون عالية في بداية اليوم، وكل ما مر الوقت كل ما قلت قدرتك على السيطرة على التحكم في اختياراتك. فإذا ما استغليت أول النهار في تنفيذ أهدافك، فحيكون تنفيذها أصعب في وسط وآخر النهار. السبب الثاني هو زيادة التشتت. لما تصحى من النوم عادة يكون تركيزك على شيء واحد، فلما تدخل على برامج التواصل الاجتماعي تشوف رسائل وفيديوهات تشتت تفكيرك وتخليك تفكر في أكثر من شيء في نفس الوقت، الشيء اللي يقلل قدرتك على تنفيذ أهدافك. السبب الثالث هو بقاء تأثير المشاهد المؤثرة لفترات طويلة. دخولك على برامج التواصل الاجتماعي يخليك تشوف فيديوهات وصور أنت ما تختارها، ولكن تظهر لك بمجرد دخولك على هذه البرامج. عشان كذا ممكن تدخل على برامج التواصل الاجتماعي وتشوف فيديو أو صورة تخليك مضغوط أو متوتر أو حزين لفترة طويلة. على سبيل المثال، إذا صحيت من النوم وشفت شيء زي انفجار بيروت، تأثير هذا المشهد راح يبقى معاك لفترة طويلة، لأن عقلك لسه ما انشغل بأي شيء ثاني. لهذه الأسباب الثلاثة، أبداً لا تدخل على برامج التواصل الاجتماعي في بداية اليوم. جرب لما تقوم من النوم بكرة إنك ما تدخل على برامج التواصل الاجتماعي، إلا إذا ظهر لك إشعار إن واحد كلمك على الخاص يمديك ترد عليه، هذا الواتساب. أما الانستغرام وغيرها من هذه البرامج اللي دائما تظهر لك صور وفيديوهات فيها، فأجل دخولك عليها لأقل شيء 3 إلى 4 ساعات، وشوف هل حيزيد هذا الشيء إنتاجيتك أو لا. شارك برأيك في التعليقات أو اكتب كلمة جميلة عشان تحفزني على صناعة المحتوى الهادف. حط لايك وانشر المقطع في جميع وسائل التواصل الاجتماعي. وأخيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.